فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يردد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة؟ نعم، لأن الإقامة أذان، الإقامة تسمى أذانا بإقامة الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني صلاة نافلة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. نعم، فإذا ردد معه ألفاظ الإقامة فهذا فيه أجر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.